انهيار بناية في الدار البيضاء يدخل الرعب في سكان المدينة. غزموها واو 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 كان دخل بشكل مفاجئ انهيار عمارة سكنية بالدار البيضاء. لا طاح على هذا الموبل قام الليل. سلام يا ربي يا ربي كل شيء تشوف جي خذ جي الله هذا من تخاف الله أكبر هذا اسمك كيف نسب ساو واو 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 بس هذا كنو بالملي شي شي جبت فيه آه شي شي جبت فيه حتى فيه هذا رباك هو صاحبي هذا اسمك الناس حضر قلت لكم قهوة بشي هذا صاحبي لا قلت هذا كان باقي هذا عرف شفنا اون ديريكت واحد المول طاح في كيف اللي يجي العامل اصلا عرفت العامل كيف اللي كيدور الحمد لله ما يكونش ارواح بعدا الله يسجد الحمد لله خرجوا الناس الاخر ما تبقاش في والو لا خلي مني هذا شكون صار شي سمعت